يريد أن يفرق بين الحزن
الحزن على الماضي هذا هو الحزن المصيري، والحزن على المستقبل يريد ان يقول انه هو الغم. فرق بين الامرين. لكن الشيخ بزروق يعلمون رايحين، يخاف على فوات محبوب مرة او مكروه قد يقع مستقبلا. الشيخ اراد ان يقول ان الغم هو يهتم الانسان على شيء يقع في مستقبلا. قال اما الهم فيشمل الحالين معا. اما الهم فيشمل الحالين معا، اي يكون على الماضي وعلى المستقبل. اللي هو الهم انه عنده حزن وهم وغم. الشيخ ابن زروق جعل الحزن على الامرين، على الماضي والمستقبل. الشيخ البوطي يريد ان يفرق بينهم، يقول ان الحزن على ما مضى والغم على المستقبل. اما الهم فيشمل على ما مضى وعلى المستقبل. قد قال عمر بن الخطاب في خطبته التي القاها يوم قضى بالحجر على المسيفع، ثم اياكم والدين فان اوله هم واخره حزن. الحجر هو المنع من التصرف في المال، هذه معنى الحجر. فالظاهر المسيفع كان لا يحسن التصرف في المال، فقضى عليه بالحجر، يعني انه يمنع من التصرف الا عن طريق مثلا ابن له او اخ له اللي هو الوصي. هذه معنى قضى بالحالي على المسلم. ثم قال اياكم والدين، يعني اياكم ان تستدينوا مالا فان اوله هم الصبح التي
التي ما صلاها في جماعه فكانها صلاه الليل كله. انت حزين على فوات صلاه العشاء في جماعه، لان ما صلاها في جماعه فكانها قضى نصف الليل. نشوف هل حزنك ده يعني صادق ولا كان. نيجي في صلاه الصبح، من صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. هل انت تتدارك ما فاتك في صلاه العشاء في جماعه وتقوم لصلاه الصبح في جماعه؟ لان من صلاها فكانما صلى الليل كله، فكانك تعول ما فات وان كان لا تعول. مفيش تعويض. فقيمة الحسن تظهر في علو الهمة فيما يستقبل من الأعمال. صدق الحسن، أنت حزنت على فوات العبادة، فماذا تصنع فيما يستقبل؟ بل لابد من التدرج من علامات صدق الحسن علو الهمة في تدارك ما فات. ومن ثم فإن الشأن في من ساوره الحزن حقا على تقصيره في أداء الطاعات التي أمره الله تعالى أن ينهض، أن ينهض فيتدارك بالتوبة من ماضي تقصيره والمبادرة إلى قضاء ما فاته مما يشرع قضاء وملازمة القيام بها على النحو المطلوب فيما بقي من عمره. فبذلك يتخلص من حزنه وكربه. ولكن في الناس من يجعل مما يبدو من مشاعر حزنه وظيفة نقص
بعيداً عن إصلاح حاله والنهوض بما عليه من حقوق الله عز وجل. يعني يحزن ولا يندم، يحزن على فوات العبادات والطاعات، ولكن هو مغرور، يحزن ولا يندم ولا يعمل، يعني يمصمص بفاته، يقول لك فاتنا كذا وكذا وكذا، ولكن في المستقبل هل يندم ليستدرك الوفاه؟ لا، تعالى. طب هذا حزن ايه؟ كاذب، وهو من علامات الاغترار كما يقول الشيخ. الحزن على فقدان الطاعه مع عدم النهوض اليها من علامات الاغترار. حزن فكري وليس حزنا حقا، وليس حزنا حقيقيا صادقا. لو يظن هذا الفريق من الناس ان وقوف احدهم عند جدار الكآبة والحزن بسبب ماضي تقصيره في جنب الله هو بحد ذاته مصدر للمثوبة وكفارة للأوزار، مجرد الحزن والكآبة. ربما فهمه واستدل عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني هو حزن فدمعت عيناه على فوات الطاعه. لكن هل هذا يكفي؟ طبعا لا، لابد من الصدق، لابد من الصدق في الحزن. والدليل على ذلك النهوض في المستقبل لمثلها، لكن تفوت الطاعه ثم الطاعه ثم الطاعه، وهو لا يكتفي بالكآبة والحزن، ولكن حينما ياتي مثلها لا يرغب اليه. كما ضربت لكم المثل بصلاه الجماعه في العشاء والصبح، يحزن لفوات الجماعه في العشاء ولا يقدر اليها في الصبح، هذا من علامات الاغترار كما قال الشيخ. شوف بالله عليك انت، لو ان امرا في التجاره، امرا دنيويا يتعلق بالتجاره، فاته فحزن عليه، انظر الى نهوضه إلى نفسها من أمر التجارة. يقول لك إيه؟ إن شاء الله في السوق القادم لن يحصل ما حصل في السوق الماضي. تجده إيه؟ يظهر بعلو الهمة ويقف كل حذر من أجل أن يفوته الرجل في السوق القادم. وهكذا هنا حزن حقيقي، لأنه على الدنيا هناك حزن شديد وحزن حقيقي، بدليل أنه في السوق القادم سوف يعول ما فات. فمجرد الحزن فقط مع عدم النهوض هذا من علامات النهوض.
ويقول الشيخ ابن عطاية: لأن الحسنى بحد ذاته ضرر لا فائدة منه، مجرد الحسن فقط ضرر لا فائدة منه، وألم لا يناسبه الخير، وإنما فائدة الحسن فيما يبعث عليه، فيما قد يبعث عليه من إصلاح الحال وتدارك المآل. فمن اجتره دون أن ينهض به إلى شيء من ذلك فهو شر لا خير فيه، وألم لا جدوى منه. ولذلك ورد في الأثر أن من علامات النفاق أن يمسك الرجل عينيه فيرسلها متى شاء، يعني يبكي حين يريد البكاء ويمسك عينيه حين يريد إمساكها، يعني قد يبكي يحزن ويبكي متى شاء، ولكن على أي شيء، على أي شيء يبكي لا نعلم، هو بكى وسكت. ده من علامات استحكام النفاق في القلب والعياذ بالله، لأنه يبكي ويحزن أو يحزن ويبكي ولكن ليست هناك علامة على صدق هذا الحزن وصدق هذا البكاء. بل وأغلب الظن أن الذي تبدو لك من حاله ظاهرة الحزن في زفرات يطلقها أو دموع يسكبها أو كلمات حارة في الباب الندامة يرددها ثم لا يحرك ساكنا ولا يصبح فاسدا مما يأسى ويتألم بسببه، إنما يفعل ذلك تمثيلا ويؤديه اصطناعا، إما ليرفع بذلك لنفسه شأنا أمام الناس يحزن ويبكي، أو لما استقر في نفسه جهلا من أن الوجد المصطنع، الخوف المصطنع والبكاء المجرور يسجلان له عند الله مثوبة وأجرا، ويمنعان عنه كثيرا من الآثام والأوزار. هو يظن أن البكاء له ثواب عند الله، البكاء على ما فات من الطاعة مع عدم النهوض إليه فيما يستحق ليستدرك ما فات أو ليكمل نقص حصل، ما فيش، هذا كذب، كذب ونفاق. احنا ضربنا مثل زمان بالتركي لما كان قاعد في القرآن، مرات زمان نايم اللحم جاوب فغزل فالقطة خطفت اللحم ومشي، جاءت اليوم قاعد يقرا القرآن فالقطة قاعدة تقرا مرة ثانية وقاعدة تهز في راسها، فهو غالب امبارح خانت اللحم
او بكيت مثلا من اجل فوات خير معين، ثم ياتي هذا الخير وانت لا تنهض اليه مره اخرى، ما فائده البكاء كلام؟ يبقى ده زي نمله تتركه، نمله كتير وزي ما فيش المثل الى الله. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول ايه؟ افضل ذكر الله عندما حرمه، افضل ذكر الله عندما حرمه، لان المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، كما ورد في السنة الحديث، المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فليس البكاء بتعصير العيون، وانما البكاء ان تترك الامر الذي تجد، بل وتفصيل القول في ذلك ان الحزن الذي يتحدث عنه الشيخ ابن عطاء الله يستوجب الخوف، يستوجب الخوف مما، الخوف مما ينتظره يوم القيامة من جراء ما قد فرط منه وقصر فيه. حزن يأتي بعده خوف، حتى أنت تلاقي القرآن يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحزن على المرض والخوف من النصرة، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. هذا معنى الفرق بين الايه؟ الخوف والحزن. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، فيما هم قادرون عليه يوم القيامة. لا خوف ولا يحزنون على ما مضى، لأن الماضي مشرف. فالذي يحزن على فقدان الطاعة يخاف مستقبلا أن يقع فيما وقع فيه من مضى. ولذلك الحزن يعلي الهمة، الحزن عند الصالحين يعلي الهمة. فالحزن يستوجب الخوف مما ينتظره يوم القيامة من جراء ما قد فرط منه وقصر فيه، وإذا تحقق لديه الخوف فلا بد أن يظهر أثر ذلك، كما يقول حجة الإسلام الغزالي، لا بد أن يظهر أثر ذلك في جوارحه وفي صفاته. أما في الجوارح فبكشفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لما فرضت واستعدادا للمستقبل. وقد قال العلماء رب النيون
من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، يعني من خاف شيئا، من خاف الأسد مثلا في الدنيا، أو خاف شيئا مفترسا، أو خاف من ظالم معه سلاح يريد أن ينتقم منه أو أن يقتله، يعمل إيه؟ يهرب منه. المكان اللي فيه الظالم أو فيه الأسد أو فيه أي شيء مفترس ما يروحش لحد، يبقى يهرب منه. من خاف شيئا هرب إليه منه. أما من خاف من الله هرب إليه. الذي يخاف الله يهرب إليه. ففروا إلى الله. هذا كلام الأعلام الغزالي حامد الله. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. ليه؟ لأن الهروب إلى الله أمان. فروا إلى الله. وأما في الصفات، الخوف في الصفات، يعني الخوف لابد أن يظهر على الجوارح وفي الصفات. ففي الجوارح يكفها عن المعاصي ويقيدها بالطاعة. أما في الصفات، الخوف في الصفات، قال بأن يجمع، فبأن يجمع الشهوات ويكدر اللذات وتصير المعاصي التي كانت محبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهي إذا عرف أن فيه سم، فتحترق الشهوات في ضمان الحزن والخوف، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، بل يصير مستوعب الهم بسبب النظر في خطر عاقبة أمره. كلام الإمام أبي حامد الغزالي طبيب القلوب رضي الله عنه. يعني واحد كان يحب الغيبة ويحب النميمة، فجاءه الخوف من الله، فهل عليه؟ محبة هذه الأشياء تصير مرة، زي عرف أن العسل فيه سم. بالله عليك لو عرف أن العسل مسموم يرضى ينظر إليها إطلاقا، والخب والعسل بالله إلا ده، عشان عارف أنه لو شرب هيبقى في القبر في آخر النهار، لا يرضى النظر إليه مهما يعني قيل له خذه إنه عسل. فهنا الشهوة تحترق،
شهوة العسل الحلو تحترق بجوار معرفة السنة. لا يرضى أن يتناول مهما كان، ويحصل في القلب الذهول والخشوع والذلة والاستكانة، لأنه يعلم أن فيه قتلا إذا تناول. ويشرب الخمر ويبتلي
ويتوب خلاص يتوب، ولكن نفسه تغلبه. ولذلك لما لعنه بعض الصحابة لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. انظر، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي بعض الروايات قال لا تكن عونا للشيطان على خليله. تدريب عليه على انه النفس تغلبه، النفس تغلبه، أمارة تغلبه وهو ينهزم أمامه، لكن ما زال حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، يعني الحب لسه لم تنطفئ شعلته من إيه؟ من القلب. ازاي؟ القلب فيض للمحبة، لكن نفسه عاجزة عن أداء حق هذا الحب، لأن مشاعر قلبي أقوى من قدرات جسمه ودواعي الغاية. فمشاعر جسمه وما يعقبها من الخوف شأنها كشأن مشاعر الحب تماما. يصدق أحدهم في الحزن الذي ينتابه من سوء حاله ويهيمن عليه الخوف من مصيره إن هو ظل على هذه الحال، حتى إذا عزم على الإقلاع عما هو فيه واجهته نفسه الأمارة بالسوء فوقفت له بالمرصاد وتغلبت نوازعها وأهوابها على المشاعر الحزنية وخوفه. فهل نعدته في هذه الحالة مغرورا كما يفهم من كلام الشيخ ابن عطاء الله الذي تسأل إليه نفسي؟ كلام الشيخ البوذي أن المسلم عندما ينتابه الحزن لما اقترفه من آثام ثم ينظر فيجد أن نفسه أمارة متغلبة عليه لا يستطيع أن يتحرر من سلطانها وأهوائها، يفترض فيه أو يفترض فيه إن كان صادقا في حزنه ومخاوفه أن يدوس من ضعفه الذي يعاني منه بقوة الله وتوفيقه. يعني لابد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. قال فيمثل من الالتجاء إلى الله بالدعاء الطالع يداوم عليه، يسأله أن يقيه من غرائب نفسه وأن يجعله في حصنه الحصين من شر كل ما يتهدده من سوء، فإنه إن عالج نفسه بهذا الدواء وداوم عليه فلسوف ينجده الله ويستجيب دعاءه ويخلصه من غوائب أهوائه ولو بعد حين. يعني هو في صراع مع الناس
ففروا الى الله، لا بد من الفرار. كان مولانا الشيخ صالح يعلم الناس الدعاء، اللهم انا عجزنا عن هدايه انفسنا فاهدنا، واهد نفسي خالق النفس فمن يهدي للنفس سوى من تضل.
يعني يشرب المسكر ويمالي الموت. لأنني كما تعلم ضعيف، يعني حتى الحقل أنا بشك، فما لك لا تزيله مما بيني وبينك من قدرتك التي تملك بها أن تفعل كل شيء. الإمام أبو حنيفة كان له جار سكير، يشرب الخمر كهذا الرجل. الإمام أبو حنيفة الليل كله يصلي والسكير يسكر، فقد صوته في يوم من الايام بيصلي. يقول يعني الشاب ده ليه كان يوم كده ايه صوته خفض، فسأل عنه، شوف كرم الجوار، قال اخذته الشرطه حتى عليه بيوسف كده نحو هذه السن. ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى السجن وسأل عنه، قال له أو فقال إنه جاي وأنا جئت شفيعا له رضي الله عنه. الله عنه وأرضاه. فقال عشان خاطرك كل اللي في السجن عفونا عنه لأجل مجيئك هم. فتاب، تاب هذا السكير السكلات وأصبح من تلاميذ الإمام أبي حنيفة ومن أول الذين يحضرون الدرس. بعدين هو ماشي معاه قال له أطعناك يا فتى، أنت كل يوم الليل كله تقول أضاعوني. قال له أضاعناك؟ قال لا، بل حفظت فجزاك الله خيرا، يعني حفظت الجوار صبر عليه مجرد فقط صوت رحمة. وكان يقوم الليل بس مع الشيطان. وذهب إلى السن وشفع فيه.
التي هي احسن. فاذا الذي بيننا وبينك العداوه كانه ولي حميد، يعني وكان متضرر منه الامام حنيفه، لانه ده بيقوم الليل ويقرا القران وده بيسكر ويعمل والليل كله ما يقولش من البيت ده بصوت عالي اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد سهل. تمام، يعني هو كان يعني شجاع بس ايه الخمر بس يعني. إذن فإن أحزانه التي كان صادقا فيها مع ضعفه الذي كان يعاني منه كان يوجهه إلى باب الله تعالى. ده الرجل هو إيه؟ جار الشيخ الكوفي بقى. لكن جاء الإمام أبو حنيفة يعني نفعه الإحسان إليه من الإمام أبي حنيفة، لكن جاء الشيخ الموطي ده كان رغم أنه كان عبيدا لكن كان يلجأ إلى الله تعالى ويركن إلى الله ويفر إلى الله، نفس تمره ولكن بيرجو الهداية من الله. يشكو الضعف، يشكو ضعفه إلى الله، فقواه الله ونصره على نفسه. كان يوجهه إلى باب الله تعالى باعدا متضرعا منكسرا، وكان هذا دأبه وديدنه كما قد علمت أو كما قد علمت منه. الشيخ يقول: والشأن في كل من تكون حاله كذلك باب التوبة
فضله وعرفه بفضل الله ورحمة الله وكرم الله نوى التوبة فقبله الله تعالى. أظن ما فيش شرع بعد القتل منه معاصي أكثر من هذا، ومع ذلك أكرمه الله بالقبول، بقبول التوبة. كثير من النساء عندما تسمع
يسمع إحداهن آية مخيفة من كتاب الله فتسكت الدموع المرأة وتطلق الآهات وتتحسر على ما فات دون أن تجد أي دافع يدفعها إلى إصلاح الحال والتهيؤ للمآل فهي ليست أكثر من حال اعتاد عليها كثير من النساء وربما كثير من الرجال كما تسمع عند قراءة القرآن مثلا المصمصة المصمصة باللسان أو الآهات ولكن أين العمل؟ أهم شيء العمل على أنه لا الحزن ولا الخوف الذي يأتي على أعقابه يمكن لأي أو يمكن لأي منهما أن يرقى بالإنسان إلى مستوى العصمة من الآثام والذنوب فالمسلم حاشا الرسل والأنبياء مهما سبق الحزن والجزع من انحرافاته وكثرة هفواته سيظل معرضا لارتكاب المحرمات ولله في ذلك حكمة كبرى ليس هذا مجال شرحها وبيانها يعني هو تفكر طبعا من الحزن أو الجزع من الانحراف وكثرة الهفوات يعني يجعل الإنسان معصوما لا ضرر وإنما المعصوم هم الأنبياء والرسل أما المسلم قد يقع في المعصية ولكن يرجع إلى الله بخوفه وندمه مش معنى أن الحزن والخوف عصمة لا لا بل ولعل الأهم ما تستلزمه هذه الحال أن يظل المسلم نزاعا إلى الحزن ولقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما أحزانا في شمائله كان دائما الأحزان أو متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه كان معصوما عليه الصلاة والسلام إذا فأحرم بنا نحن المعرضين للمعاصي والآثام أن تكون مشاعر الحزن رفيقنا الدائم على الدرب حتى يأتي قضاء الله الذي يحمل لنا معه البشارة بالمغفرة والرحمة ولو رجعت إلى تراجع الصالحين من العلماء الربانيين لرأيت أن نسيم الحزن لم تكن تفارقهم وكيف تفارقهم في أي ساعة من ساعات صحوهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للذي سأله من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فالبكاء على الخطيئة دليل على ملازمة الخوف والحزن الخوف والحزن لكن
ليس معنى ذلك أنك معصوم من الخطأ، لا، لأن البكاء على الخطيئة دليل على الوقوع فيها. يعني كلما أخطأت حزنت ورجعت. ليه؟ لأن العصمة للأنبياء والمرسلين. ما الحكمة في الوقوع في الذنب رغم وجود الحزن والخوف؟ ده طبعا الحكمة قالها الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لولا أن الذنب خير لابن آدم من العجب لخليت بينه وبينه. يعني إذا فالوقوع في المعصية هذا علاج من الغرور والعجب والكبر. احنا ذكرنا هذا الكلام قبل هذا في شرح حكمة دي اللي قال فيها الشيخ: معصية أورثت ذلا وانكثارا خير من طاعة أورثت عزا واستقرارا. خلي بالك، وهناك في الحديث في صحيح مسلم: لو لم تذنب لذهب الله بكم ولجاء القوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. خلي بالك برضه عشان تتكامل القضيه في ذهنك. نعم. انت تقول ترى الخوف والحزن يمنع من الوقوع في المعصيه ويجعل الانسان يظهر بالطاعه. طب لكن الانسان هل لا يقع في المعصيه؟ لا لا. والا فما معنى رفعك على خطيئتك؟ يعني كلما اخطات بكيت، كلما اذنبت استغفرت وتبت. يبقى اذا انت لا تصر على معصيه كما قال الله بس المتقين، ولم يصر على ما فعلوا والذين اذا فعلوا فاحشه. يبقى دليل الوقوع: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واذا كانت هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه البرره الكرام فما مالك بمن جاء بعدهم فمن بعدهم الى يوم هذا وهم خير القرون. ومع ذلك قال له: وابكي على الخطا. ولو كان للحزن ان يفارق عبدا من عباد الله الصالحين في هذه الدنيا لما كان انفكاك الحزن عنهم يوم القيامة عندما يتلقون نبأ رضوان الله تعالى عنهم من أول ما يحملون الله عليه قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها بصر ولا يمسنا. يعني أن الحزن أو الحزن لا يفارق قلب المؤمن إلا في الجنة.
إلا في الجنة. فما فارق القلب الحزن إلا خلق. يعني القلب الذي يفارقه الحزن خلق. لكن الحزن إيه؟ الصادق. الحزن الصادق الذي يجعل المسلم ينهض للطاعة. ينهض للطاعة حينما تفوته ويحزن عند الوقوع في المعصية فيستغفر الله تعالى منها. يبقى الحزن الصادق يجعل الإنسان ينهض للطاعة إذا فاتته ويستغفر الله عند الوقوع في المعصية. أما الحزن الكاسب اللي قال عليه الشيخ ابن عطاية اللي هو إيه؟ من علامات الاغترار. الحزن على الطاعة، على فوات الطاعة مع عدم النهوض إليه. لكن الحزن الصادق الذي يجعل المسلم ينهض إلى الطاعة، ده حزن صادق. ولذلك في حكمة ثانية حديث الدال يقول من علامات موت القلب، من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فات من الموافقات، على ما فات من الموافقات هي الطاعات، وعدم الاسترخاء عند حدوث الزلات، يعني عند حدوث المعاصي. من علامات موت القلب عدم وجود الحزن عند ايه؟ فقدان الطاعة، الموافقة يعني. عدم الحزن على ما فات من الموافقات، وعدم الندم عند حصول الزلات او المعاصي. دي من علامات موت القلب. فاللهم ارنا قلوبنا خوفا منك قبل هجوم خطرات الذنوب علينا. ده من دعاء سيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Thank you.